من جديد أعيد الترحيب بضيفنا من بنغازي المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. كنت سألت عن آخر التطورات في العمليات العسكرية في طرابلس وخصوصا استهداف طائرتين في مطار معتيقة، قلتم بأنهم يعني كانوا يحاولون تهريب الأموال، ما الذي يجري هناك؟ أولا السلام عليكم، أحييك وأحيي كل الأخوة المشاهدين. المعركة التعبوية متغيرة ومتحركة على الأرض الآن، وهي قائمة اشتباكات هنا وهناك. قواتنا تحاول التقدم على العاصمة من عدة محاور. الميليشيات والعصابات الإجرامية تحاول الدفاع عن أوكارها، ولكن هيهات فإن القوات المسلحة بإذن الله ستحسم المعركة قريبا. بالنسبة للضربات الجوية، اليوم كانت لنا ضربة في مطار في قاعدة الجوية معتيقة، القاعدة الجوية العسكرية وليس المطار المدني. كانت هناك طائرتين عسكريتين، طائرة من نوع ميك 23 وطائرة من نوع تشينوك عمودية. الطائرة الأولى اللي هي طائرة الميك 23 تم إصلاحها، كانت عاطلة منذ فترة، وكانوا يحاولوا نقلها إلى مدينة مصراتة للقيام بطلعات جوية ضد القوات المسلحة، فوصلت المعلومات إلى غرفة العمليات الرئيسية فقررت تدميرها، وتم ذلك صباح هذا اليوم. الطائرة الشنوك وجدت بجنب هذه الطائرة، وهي طائرة عمودية كانت تستغل في الإمداد بالذخائر والأسلحة للجماعات الإرهابية ونقل المصابين والإخلاء الميداني، وتم كذلك التمكن منها في نفس هذه الغارة. إذا الغارة تم تدمير فيها طائرتين عسكريتين وليس طائرات مدنية وليس طائرات تقصد تركيا مثل ما جاء في تعليقكم. طيب كيف هو الوضع في المطار، مطار طرابلس الذي دخلته قوات الجيش ثم انسحبت منه، ما الذي حدث هناك وما هو الهدف العسكري تجاه المطار، مطار طرابلس؟ طبعا احنا لدينا خبرة كبيرة جدا في القتال، والقتال فيه هناك الخداع التعبوي وأساليب تستطيع أن تجر بها العدو نحو منطقة تريد القتال فيها. أما هذه المنطقة تناسب القوات، المنطقة تسحب العدو نحو أرض فضاء يمكن التعامل بشكل سلس مع عناصره. هذا ما فعلناه اليوم بعدما شاهدنا أغتال وقوات كبيرة تريد إعادة المطار. فتحنا لهم الثغرات، فتحنا لهم الطرق حتى وصلوا إلى المطار، وبعد ذلك تعاملنا معهم بقوة وتم سحقهم. وهناك الآن قواتنا موجودة على أطراف المطار ومستعدة للعمل الآخر. هذه اتخذها القادة الميدانيين من أجل إنجاز المهام العسكرية بشكل صحيح. طيب الآن إذا كان القوات على يعني أبواب الأحياء السكنية، هل نتوقع تغيير في المخطط في التكتيك؟ لأنه يعني مع الاقتراب إلى المواقع السكنية، ونعرف أنه بعض التنظيمات الإرهابية في طرابلس قد تسعى إلى عكس خطة الجيش، يعني سحب الجيش إلى المواقع المدنية استخدام المدنيين دروعا بشرية، كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟ حقيقة نحن خلال اليومين الماضيين عندما ضغطنا على المجموعات الإرهابية دخلوا داخل الأحياء السكنية داخل العاصمة طرابلس. عملية المطار اليوم قمنا بسحب قوات مجموعة منهم داخل المطار وتم التعامل معهم في أرض فضاء. وهذه العملية تأتي في إطار حماية المدنيين وحماية الممتلكات وجر العدو إلى أرض ممكن التعامل معه بكافة أنواع الأسلحة بشكل سلس. نعم، ثقافة الجماعات الإرهابية هي اتخاذ المدنيين كدروع بشرية مثل ما حدث في بنغازي وحدث في درنة، ولكن لدينا أساليبنا ولدينا دروس مستفادة من المعارك السابقة. بإذن الله سنحاول تجنيب المدنيين ولاة الحرب وما ينتج عن المعارك. لدينا قوات الجوية مقيدة، لا تخرج طائرات إلا بأمر من العمليات الرئيسية
وهذا غير العمليات السابقة كانت تخرج حتى بطلب من آمر المحور، الآن تخرج بأوامر عليا. كذلك تقييد استخدام المدفعية والدبابات بشكل كبير جدا، وتقييد الأسلحة الثقيلة بصفة عامة. هذا يدل قاطعا أن قواعد الاشتباك تراعي السكان المدنيين وتراعي الممتلكات العامة والخاصة. لكن هذا ألن يطيل أمد والمعركة وقت المعركة أولا، وثانيا هل تستطيع القول بأن كل طرابلس من أطرافها الجنوبية شرقية وغربية هي تحت يعني سيطرة الجيش الوطني الليبي بالكامل؟ أولا بالفعل هو قد يبطي العمليات، ولكن لن يوقف العمليات. عمليات المحافظة على المدنيين وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة يبطي العمليات في كل القطاعات المفتوحة الآن، ولكن نحن لدينا تدابير أخرى بإذن الله تعالى ستكون مفاجأة للجميع، بحيث نستطيع أن نعوض هذا الإبطاء ونعوض الزمن الذي تم استهلاكه في هذه العملية في بطريقة أخرى، بطريقة لا نستطيع الآن البوح بها، لأن الآن قد تكون بعد الساعات القادمة سيتم اللجوء إلى عمليات أخرى واللجوء إلى طرق أخرى تكتيكية على الأرض لسهولة إنجاز المهمة والحفاظ على الوقت. القيادة العامة أطلقت هذه العملية منذ 2014 لحماية المدنيين، وبالتالي الهاجس الأول هو حماية المدنيين، ومن أجل حماية المدنيين كانت هذه العملية. طيب موضوع الهدنة الإنسانية التي تمت الدعوة إليها من الأمم المتحدة وقالت أنها يعني لم تنفذ، لماذا برأيك يعني لماذا لم تنفذ؟ هل الجيش الوطني الليبي لديه يعني تحفظات عليها؟ هل الطرف الآخر لم يمتثل؟ لماذا هل يمكن أولا تنفيذها فعلا ولماذا لم تنفذ؟ حقيقة طبعا في القوانين العسكرية وفي قوانين الحرب الهدنة من اختصاص قادة الميدان، هم الذين يعطوا الهدنة وهم الذين يقدرون هل ذلك في صالح القوات أم لا. أنا شخصيا لا أعلم حتى الآن هل وصل طلب الهدنة إلى القادة الميدانيين أم لا، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الطرف الآخر الميليشيات الإرهابية لا تفهم في هذه المصطلحات، لا تفهم في مصطلح الهدنة أو مصطلح الوقف إطلاق النار أو مصطلح الأعمال الإنسانية أثناء المعركة، وبالتالي لم يتوقفوا ولم يقوموا بإعلان قبول الهدنة، ونحن استمرنا في المعارك نقود في هجوم ناجح على أكثر من 7 محاور. لا نريد إهدار المعنويات العالية التي تحققت أثناء هذا التقدم، وبالتالي نحن نعرف العدو لا يحترم المواثيق الدولية ولا يحترم هذه المصطلحات الأممية مثل الهدنة وإيقاف إطلاق النار وغيرها من الأمور. هؤلاء لا يعرفون إلا أن تكون نهايتهم بإذن الله تعالى على سوار مدينة طرابلس. تحدثتم أيضا عن يعني شرحتم لأكثر من اسم منتمين لتنظيمات إرهابية صدر بحقهم أوامر قضائية وهم موجودين في طرابلس الآن. أيضا في كان يعني انتشار عسكري أجنبي في طرابلس، قوات للأمم للولايات المتحدة ولغيرها وكذا. كيف يمكن أن نفسر يعني وجود هؤلاء كلهم في طرابلس، يعني بعثات أجنبية قوات أجنبية وإرهابيين مطلوبين منتمين للقاعدة؟ كيف تشكل هذا الخليط الغير متجانس في طرابلس؟ حقيقة نعم، هذه مفاجآت للعالم وللذين يقولون يتشدقون ويطعنون في القوات المسلحة ويقولون أن القوات المسلحة تدخل على قوات مسلحة وعلى جيش ليبي آخر في طرابلس. هذه حقائق طرابلس، هذه اليوم أمثلة فقط، وكل يوم حنضرب أمثلة بوجوه جديدة. لدينا آلاف الوثائق والصور والفيديوهات والمستندات التي تثبت أن طرابلس تتواجد بها ميليشيات وعصابات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وتابعة لتنظيم الأخوان، وارتكبوا جرائم شنيعة ضد الشعب الليبي في طرابلس. طرابلس أصبحت حقيقة اليوم ملجأ وملاذ حتى للهاربين من سوريا ومن العراق ومن مكانات أخرى، أصبحت كلها تتجمع في طرابلس. أصبحت طرابلس ماليا تمول في كل العصابات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وفي سوريا، ولعل لواء الأمة الذي قاتل في سوريا الذي تم تأسيسه من قبل تنظيم القاعدة لخير شاهد على ذلك.
وجود جانب هذا أصبح الآن دليل أمام الجميع، هم خرجوا وصرحوا بذلك، وهذه قد تعطي القوات المسلحة المزيد من التحفيز على تحرير العاصمة وتطهيرها، لأنها أصبحت تهدد الأمن القومي، هذا تهديد للأمن القومي وكذلك الأمن الإقليمي والأمن الدولي، لأن هذه التنظيمات يوم لو استولت على طرابلس واستقر لها المقام لكانت نقطة ارتكاز قوية نحو المنطقة بالكامل ونحو دول جنوب البحر الأبيض وأوروبا بالتحديد. وحقيقة للأسف أن هناك دول تتعامل مع هذه الأسماء، مثل هذه الأسماء تركيا تتعامل معها بكل أريحية. نحن اليوم عرضنا أسماء متواجدة في طرابلس متواجدين في تركيا، وهناك أسماء موجودين في بريطانيا، وهناك أسماء موجودين في دول أخرى منتشرين حول العالم. بإذن الله في كل متنف صحفي حننشر أسماء وحننشر ارتباطات تنظيم القاعدة بالمجلس الرئاسي الذي يترأسه السراج وعناصره الذين يؤثرون في قرارات السراج بشكل مباشر. سؤال أخير باختصار شديد لو سمحت سيادة اللواء، هل لمستم أي تحركات من هذه الدول الإقليمية وخصوصا قطر للرد على العمل العسكري وعملية تحرير طرابلس؟ بالتأكيد قطر الآن تحشد في كل إمكانياتها، حركت قناة الجزيرة الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة، حركت ما يعرف جماعة القرضاوي ضد المسلمين أو حاجة مش عارف ايش اسمها، عرفت تنظم حركوهم ضدنا واصدروا بيان. قطر الآن تحرض حتى في المجتمع الدولي على اتخاذ قرار وقف اطلاق النار وعلى التعامل مع القوات المسلحة، تميم صرح بذلك بشكل مباشر. نحن نعرف من نقاتل ومن المحرك الرئيسي للعصابات الإرهابية سواء في ليبيا سواء في غير ليبيا. شكرا جزيلا لضيفنا من بنغازي المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء.